بعد تعليق فاق العشرة أشهر بسبب فيروس كورونا، تقرر استئناف النقل بين الولايات بما فيها سيارات الأجرة والحافلات. لكن عندما تنقلنا إلى محطة كبار معطوبي حرب التحرير بخروبة، تفاجأنا بهذه المشاهد. أنا طالب جامعي، جيت هنايا باش نروح لبرج بريريج، فمرقيتش النقل وسمعت باللي الاستئناف اليوم، فنظن باللي هذا انعدام التنسيق ما بين المسؤولين والذين يقومون على هذه لاكار. جينا احنا نخدم في حاسم سعود، زيد دوكا تصبر ما كاش، خربة مسكرة. أنا ما فهمت على حاسم سعود 165,000 دوكا لي كونغيستان مليون بلاصة، تسمى البارح كي قال لك خربة مفتوحة ما كاش منها. شوفي بعينك، هام الغاشي لا لا فامي، واحدة رايح الشرق، واحدة رايح الغرب، واحدة رايح الجنوب، ما بقاش منها. وضع بره سائقو سيارة الأجرة والحافلات بعدم جاهزيتهم للعودة إلى العمل نظرا لهذا القرار المفاجئ. ميكي لحقنا الخروبة يا خويا، ما كان والو، صبناها مغلوقة، رانا في 10 شهور أختي. دوكا جاو المشترية بيروحوا، بصاف الخرجة يحكم لك يدير لك فوريير. دوكا ماناش عارفين اسكو رئاسة الجمهورية صرح هذو ما مش حابين، مش عارف اللي هي كيكو شوز كيكلوش اختي. بريد دي موا ما تخدمش وبعدين تعاود تولي تخدم، الحمد لله واحد يحمد ربي ويشكره. احنا ماذا بينا لو كان شغل القرار كان مدروس، ماذا بينا لو كان بدينا اليوم، مي معليش الحمد لله ان شاء الله في بداية الاسبوع نبدا. ترونسبور كيما يخص السؤال تاعك على لا روبريز، لا روبريز تكون بروغريسيف ان شاء الله تدريجيا وفيرا ميزور، دونك سافا روبروندي وفيرا ميزور ان شاء الله. حنا البيبان تاع المحطه محلولين، الخدامين واجدين. قرار وان اعتبره العديد انه جاء متاخرا نظرا للتداعيات السلبيه التي خلفتها كورونا على اصحاب وسائل النقل والمسافرين. يبقى التقيد بالبروتوكول الوقائي والتكيف معه في كل زمان ومكان هو الحل الانسب لمنع تفشي الجائحه.